يا هلا الجميع، كيفكم طيبين؟ رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم راح نشوف مع بعض كيف ننظف جوالاتنا، الكاميرات، العدسات، حتى الساعات، اي شيء الكتروني. بسم الله. كل اللي نحتاجه اعواد لتنظيف الاذن، بعد كده كحول طبيه او مسحات طبيه، فرشه او منفاخ، ومناديل يفضل انها تكون ناعمه. الموضوع بسيط جدا، ناخذ الجهاز اللي احنا نبغى ننظفه، اذا كان في فراغات ممكن نستعمل العواد لتنظيف الاطراف او منفذ السماعه او منفذ الشاحن، نستعمل الفرشه او المنفاخ عشان نوصل للمناطق اللي ما نقدر نوصل. بكل بساطة ناخد منديل ونحط شوية من الكحول زي ما انتم شايفين، ونبدأ من نمسح. زي ما انتم شايفين الجوال صار نظيف. ممكن تصير الطريقة هذه على العدسات، على الساعات. وهذا اللي كان عندنا لليوم. كان معكم باسم، نشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. دمتم بسلام، والسلام عليكم.